الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من حياه برنامج الوطن المواطن اللي بنقدمه من نافع رمضاني. النهارده الحلقه كلها اطفال ما شاء الله، هنتكلم معاهم على نفس الفكره والشغل اللي بداناه قبل كده. معانا مجموعه اطفال كتير جدا ما شاء الله هنتكلم معاهم. بنستضيف اول طفل، بنتعرف عليك، اسمك ايه؟ وليد. في سنه كام يا وليد؟ داخل الرابعه. ما شاء الله عليك. المكان اللي انت جيت هنا قبل كده وعجبك المكان ده، لعبت بالالعاب اللي فيه، اكلت الاكل اللي فيه، انت اكلت ولا لسه؟ انت البشره اللي جايه معاك؟ لا اكلت الحمد لله. عجبك الاكل؟ حلو يعني ولا اي كلام؟ لا حلو جدا يعني؟ ما شاء الله عليك. طب يا وليد انت في رابعه، يعني لما تكبر عايز تطلع ايه ان شاء الله؟ تعليم. ايوه تعالى بقى استنى، تعالى انت زميل بقى يعني، اشمعنى يا ريم يعني؟ دي حاجه بتطلع يعني بقى، تدخل الاعلام عشان تبقى هتشتغل ايه بالاعلام؟ صحافه ولا اعلام مذيع يعني؟ مذيع. انت مذيع خالص يعني. ايه حابب دي ليه بقى؟ يعني ليه حابب الشغلانه دي؟ عايز تطلع مذيع ليه؟ انت بتحب الشغل ده عشان تبقى زي بابا؟ طيب بتذاكر كويس؟ عشان تجيب مجموع كويس؟ ولا انت من النوع اللاعب؟ ايه؟ بجد يعني كلام سليم. لعبة بس ممكن تبقى شاطر وتذاكر يعني، صح؟ ولا هتبقى لعب على طول؟ ساعات كده ساعات كده. يعني انت بتعرف في الدراسة وتبقى مذنب ان شاء الله يعني. طب انا لو قلت لك دلوقتي يا وليد اعتبر نفسك كده كنت دخلت كلية اعلام واتخرجت كلية اعلام وبقيت مذيع خالص، وجبناك في قناة كده تشتغل مذيع، انا دلوقتي ضيف، انا راجل غلبان مش مذيع، انا ضيف واعتبرني ضيف كده، وانت المذيع تقدم ازاي؟ ورينا كده، اشتغل بقى عليها كاميرتك اهي، بص على الكاميرا دي كده واتكلم كمذيع. تقدر تعمل يعني، قول بقى كده مذيع تعمل ايه؟ انت تعرف ليه المذيع ده لازم يبقى عنده حضور سريع جدا وحاجه كده؟ طب قول اتكلم يعني، اتكلم انت دلوقتي مذيع، تقدر تتكلم، قدم برنامج كده. طب انت لما تبقى عايز تبقى مذيع هتقدم برامج ايه؟ يعني عايز تشتغل ممكن تعمل برامج ايه مثلا؟ الواحد ممكن يقول لك انا عايز اقدم نشره، اقدم برامج اطفال، اقدم برامج طبي كده يعني، عايز حابب ايه؟ اطفال. اطفال؟ اعتبرني طفل يا عم واتكلم معايا واعمل برنامج يعني. اسالني يعني ادي اعمل، عايزك تعمل، لان انت في يوم يعني انا لو يوم ما كنت ادب، لو كان حد استضافني وقال لي حابب تبقى مذيع وخلاني جربت كنت هبقى فرحان جدا بديت لما ابقى كبير كده. فانت لما تبقى كبير هتتفرج على الفيديو ده هتقول ده انا وانا في ثالثه ابتدائي عملت حوار وكنت مذيع، اصغر مذيع في العالم. ليه؟ لان انت فعلا عندك فيديو بيقول انك مذيع. فانت اتفضل الكاميرا معاك اهي، تقول يعني قول لي انا هقدم كذا، اي حاجه فكر يعني، بحيث ان ده هيبقى حاجه بالنسبه لك وانت بقى مذيع، تقول على فكره انت عامل فيها مذيع، انا كنت مذيع قبل منك، انا مذيع من سنه 2019، ساعتها مثلا هيبقى 2030 2035 مثلا يعني. فانت هتبقى سجلت لنفسك حاجه، فرصه والله يا ابني، فرصه دلوقتي، قول حاجه دلوقتي تبقى تتحسب لك بعدين. اتفضل الكاميرا اهي، بص للكاميرا وقول بقى اعزائي المشاهدين، ساداتي سادتي، اي حاجه تقدر تقول. وهقدم لكم برنامج اطفال، اي اسم اطفال كده، ومعانا الطفل وتسالني وكده بقى. يلا على فكره اتكلمت كتير قوي وانت ما قلتش حاجه خالص، من جد ما بطلتش كلام. اتفضل. انت اتفاجئت بالموضوع صح؟ طب انا عمال اكلمك عشان انت تكون فكرت. اتكلم عادي. انت ممكن تبقى في حته وحدث معين وبعدين لازم تبقى جامد مغطيه، ينزلوا لك الكاميرا واقف بالمايك تقول اعزائي المشاهدين حصل في المكان الفلاني كذا والاحداث الفلانيه وتتكلم على طول.
كاميرا ايه؟ فيديوهات اطفال. اطفال قول اطفال، انا اعتبرني طفل. كان قدم برنامج اطفال، قول اقدم لكم برنامج اطفال وكونوا سعداء بيه، اي حاجه. اتفضل، انا ساكت اهو. طيب انت بلاش الموضوع ده، ولا ممكن تقول؟ مش عايز تقول دلوقتي؟ بس انا والله يعني لو مكانك كنت اقول، انا لو مكانك كنت اقول. انا شخصيا معتز جدا بالحاجات اللي كنت بعملها وانا صغير ومحتفظ بيها لحد النهارده. يعني ما انا يعني بالذات انت جاي على شغلتنا يعني فلازم تعملها. ماشي يا وليد، انبسطت في المكان؟ عجبك المكان؟ نتمنى لك كل توفيق، ونتمنى لك ان نتمنى نشوفك اكبر مذيع ان شاء الله. بالتوفيق يا وليد، ونشكرك جدا، واشكركم اعزائي المشاهدين، ونلتقي مع اطفال اخرين باذن الله. رجعنا لحضراتكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل. طبعا بموجب ان احنا موجودين في المكان لازم بننوع الفقرات وبناخد كل ما هو متاح بالنسبه للبرنامج. اتكلمنا مثلا الحلقه اللي فاتت في مشكله كانت جايه لنا من احد المواطنين وطرحناها على حضراتكم. بناخد ساعات مطبخ، بناخد يعني كل حلقه فيها اشياء مختلفه. الفكره اللي كنت اشتغلت عليها من فتره بتاعه الاطفال اللي هم ابناء زوار المكان، فكره مهمه جدا انا متمسك بيها، وبنستأنف دلوقتي هناخد مجموعه من الاطفال الجمال الموجودين في المكان النهارده، جايين اسره مع بعض كده. بنرحب باول طفل، اسمك ايه؟ ايسن. ايسن؟ سنه كام يا ايسن؟ ثانيه. ثانيه ايه؟ ثانيه ابتدائي. ثانيه ابتدائي. ثانيه كام بقى؟ كل الولاد لما بسالهم ثانيه ايه يقول لي ثانيه ثاني ثانيه ثالث. ثاني معاهم في المدرسه. لا لما بسال ثانيه ايه زي ما انت جاوبت، انت شاطره كده، انت جاوبت وقلت صح، ثانيه ابتدائي. وبعدين اقول لك بقى في المدرسه انت ثانيه كام؟ تبقى انا ثانيه اول ثانيه ثاني كده يعني. ثانيه اول. ما انت ايسن حرف الالف اكيد هتبقى ثانيه اول يعني. انت قلت في ثانيه صح؟ طيب بص بقى، انا بسال اسئله ثابته يعني معروفه، وكل طالب او كل تلميذ بيقول ايه اجابته عليها. لما تكبري عايزه تبقي ايه؟ دكتوره. دكتوره ايه؟ دكتوره اسنان. اسنان؟ اشمعنى الاسنان؟ بيختاروا اسنان كتير ليه؟ عشان انتوا بتبداوا توقعوا اسنان في السن ده يعني، فانت حاسه بالموضوع انه مهم، فعايزه تبقي دكتوره اسنان تعالج الاطفال يعني. طب ما انت لما تكبري هتخلصي حكايه السنان وتدخلي في حاجه ثانيه، هيبقى الموضوع بالنسبه لك صعب بقى تختاري حاجه ثانيه يعني صح؟ ولا انت متمسكه بالاسنان؟ عايزه ممكن حاجه ثانيه يعني؟ طب الدكتوره الاسنان دي عايزه تبقى شاطره في المدرسه عشان تجيب مجموع كبير في الثانويه العامه، وتجيب تدخل كليه طب اسنان. انت مستعده تبقى شاطره؟ ولا انت بتاعت لعب وتنطيط كده مقضياها يعني؟ انت لعبت في الالعاب دي ولا لا اصلا؟ لعبت كتير؟ شكلك بتاعت لعب. انا شايفك كده بصراحه. هتبقي بتاعت اسنان بجد، تذاكري بجد يعني ولا تلعبي؟ لعبت قد ايه؟ انت طب اسالك سؤال، اول ما دخلت لعبت ولا دخلت قعدت بعدين رحت تلعبي؟ دخلت قعدت شويه بعدين شويه. حاجه رزينه يعني كده. طيب انت جايه انت ومين هنا؟ جايه وليد وهند. دي اخواتك بقى ولا قرايبك يعني؟ يعني انت جايه انت والاسره كلها والعيله كلها. اكلتوا ولا لسه ما اكلتوش؟ لسه. المكان ده عجبك؟ الاكل طبعا انت لسه ما اكلتيش، يبقى يا رب الاكل يعجبك بقى يعني. طبعا انا بشكرك يا ايسن، عشان احنا طبعا ايه عندنا الحبايب كتير، بنقعد كده ايه مع كل حد شويه كده نتكلم معاه شويه وبعدين نستضيف غيره. شكرا يا ايسن، نلتقي بطفل اخر اعزائي المشاهدين. بنكمل اعزائي المشاهدين فقراتنا مع الاطفال والكبار وكل مكان هنا، بحيث ان احنا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بنتعرف على عقليه الاطفال ونشوف كل واحد عنده ايه. اسمك ايه حضرتك؟ اسمي يوسف. يوسف؟ سنه كام يا يوسف؟ ان شاء الله طالع ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي، انت طفل كبير شويه يعني. طب يا يوسف انت كده اكيد قدرت تفهم الدنيا وعارف يعني ناوي تطلع ايه بقى وكده. الحمد لله انا ان شاء الله ما اخش ثانويه عامه وربنا يوفقني تبقى ايه بعد كده؟ واطلع مهندس ان شاء الله. يعني ناوي تدخل كليه هندسه؟ ان شاء الله. يعني انت من الناس اللي بتذاكر؟ ان
الحمد لله. ولا بتلعب؟ لا الحمد لله بدأ. يعني في حد بيذاكر وبيبقى لابس كاب كده؟ لا هو الكاب ماليش دعوه بالمذاكره. لا ما انا بس انا بسأل يعني، هو يعني اللي بيذاكر ده بيبقى دحيح مش فاضي يلبس كاب. لا لسه المناقشة جت لسه. لا ما انا بس انا بحب افهم الامور يعني. انت هتذاكر حلو في ثانويه عامه؟ ان شاء الله. مجموع هندسه ان شاء الله؟ ان شاء الله. اكيد؟ اكيد ان شاء الله. طيب انت عجبك المكان هنا؟ انت جاي انت ومين هنا؟ انا جاي انا وبابا وماما واخواتي. لسه جايين ولا خارجين؟ لا لسه جايين من شويه. يعني اكلتم ولا لسه؟ لا الحمد لله. اكل حلو؟ الحمد لله. لعبت في الالعاب ولا لا؟ لعبت. عارف الدنيا عندك يعني؟ اخواتك مين معاك من اخواتك؟ معايا اخواتي الكبير، معايا اخويا الكبير واخواتي الباقيين الصغيرين. اسمهم ايه يعني؟ قول لي كده اسمهم ايه يعني؟ عبد الله ومحمد وحمزه وحبيبه ومنه اخواتي وعبد الله وعبده وسلمى. طبعا اهلا وسهلا بكم. انا عايز اقول لك حاجه، احنا بنعمل الفقره دي عشان تبقى ديت دليل عليك لما تكبر، لما تيجي تزوغ من المدرسه، ولما تيجي ما تبقاش بتذاكر كويس تشوف البرنامج ده على النت وتقول انا قلت ان انا هبقى مهندس، فدي ترجعك وتخليك تذاكر كويس. مشكورك يوسف، اتمنى لك كل توفيق. اشكركم اعزائي المشاهدين، ونلتقي مع طفل اخر ان شاء الله. بنكمل اعزائي المشاهدين لقاعاتنا وفقراتنا الجميله مع الاطفال. طبعا بنفرح الاطفال ان هم بيطلعوا معانا في البرنامج. معانا الطفل اسمك ايه؟ حمزه. حمزه؟ حمزه ايه؟ حمزه محمد عبد الرزاق. في سنه كام يا حمزه؟ خمسه. في سنه خمسه؟ عشان طبعا عندنا اطفال كتير فاحنا هنختصر الكلام شويه. حابب تطلع ايه لما تكبر؟ مش عارف. مش عارف؟ مهندس زراعي. لا ما انت مش عارف، وبعدين مهندس زراعي يبقى يعني ازاي بقى؟ مهندس زراعي. في حد عندك مهندس زراعي؟ باباك مهندس زراعي؟ فانت اخذت قدوه وعايز تطلع مهندس زراعي. فكره جميله. برضو انا اعزائي المشاهدين من الاسباب اللي خلتني بعمل الفقره دي ان احنا هنتعرف على عقول كويسه جدا في الاطفال. واحد يعتبر والده قدوه بالنسبه له وبيقتدي بيه وهيطلع وهيطلع مهندس زراعي، ان هو طفل دلوقتي هيطلع مهندس زراعي زي بابا. ده شيء كويس ان الطفل يفكر ان يتخذ قدوه. غير الاطفال الثانيه اللي هي بقى بيقعدوا يعملوا المهرجانات ويعملوا الحاجات اللي هي الغريبه اللي طالعه الايام دي، ما بيبقاش مركز هو عايز ايه بالظبط. فانت عايز تبقى مهندس زراعه. تمام؟ ممكن تغير رايك فيما بعد؟ تمام. طيب ربنا يوفقك. مين بقى العسل اللي انت شايلها دي؟ دي نادين. ناديه؟ ازيك يا ناديه؟ نادين. نادين؟ تمام. انت طبعا انت جاي انت والاسره بقى الجليل اللي معاك والطفل. المكان عجبك؟ الاكل عجبك؟ انبسطت يعني؟ اكل المكان ده ولا اكل ماما في البيت؟ هما الاثنين حلوين. بالجامل ولا بجد؟ لا بجد. يعني انتوا جيتوا هنا يبقى اكل ماما مش حلو بقى؟ لا هما الاثنين حلوين. الاثنين حلوين، فانت بتاكل هنا وبتاكل هنا عادي يعني. انا بشكرك يا حمزه عشان بقى استضيف حد برضه من الاطفال الجمال اللي معانا دول. شكرا جزيلا، واشكركم اعزائي المشاهدين، ونلتقي مع طفل اخر ان شاء الله. بنكمل اعزائي المشاهدين فقراتنا في مطعم ضاني مع الاطفال ابناء زوار ورواد المكان. معانا طفله جميله اسمك ايه؟ حبيبه. حبيبه؟ انت مبتسمه كده ما شاء الله عليك يعني. يعني مش ناعي هم الدنيا يعني. سنه كام يا حبيبه؟ طلع سنه رابعه. طلع رابعه؟ ما شاء الله بنت كبيره. يعني خلصت ثلاث سنين. طيب انت ان شاء الله ناوي تطلعي ايه يا حبيبه ان شاء الله لما تكبري؟ دكتوره. دكتوره ايه؟ كل الناس حابه دكاتره، مش هيبقى في حد تاني غير الدكاتره. ربنا يسهل. ماشي. بتذاكري كويس؟ بتعرفي يعني تبقي شاطره في المدرسه؟ يعني الدكتوره دي عايزه تبقى شاطره صح؟ انت جيتي انت ومين هنا المكان المطعم ده؟ امتى؟ النهارده جايه انت ومين؟ انا وماما وبابا واخواتي. الاسره كلها يعني جايين عشان تاكلوا هنا؟ لعبتي في الالعاب؟ طب الاكل عجبك؟ طيب الاكل ده ولا اكل ماما في البيت؟ الاكل ده. حقيقة الاكل ده؟ يعني اكل ماما مش حلو؟ هتزعل منك. اكل ماما مش حلو؟ لا ازاي بقى؟ حلو. حلو. يعني بيعجبك اكل ماما وبيعجبك الاكل اللي هنا؟ فانتوا بتاكلوا في البيت وبتاكلوا هنا. طب انا هسالك سؤال تاني، انت بتعرفي تعملي ايه في الاكل بقى عموما؟ بتساعدي ماما في البيت ولا لا؟ ساعدها. بتاكلي بس طبعا. لا بس اسمعك، اكيد بتاكلي بس، مش معقول يعني. طب بتعرفي تطبخي ايه؟ بتساعديها في ايه؟ بتعملي لها ايه؟
بمسح الارض. تمسح الارض؟ لا طب انا قلت لك لا، انا قصدي بتعملي ايه في الاكل يعني، تقدري تعملي ايه في الاكل يعني؟ يعني ممكن تعملي طبق سلطه مثلا؟ انت بنوته يعني المفروض تعرفي تتعلمي الحاجات دي عشان تبقي شاطره لما تكبري، ولا ايه؟ مش ولا هتقضيها كلها مطاعم لما تكبري؟ يعني بتتعلمي حاجه في البيت ولا لا؟ لعب بس طبعا. لعبت هنا ولا لا؟ ما سالتكيش انا سؤال. لعبتي؟ انبسطت ولعب كويس؟ لعب كويس واكل كويس وكله تمام؟ بشكرك يا حبيبه، بتمنى لك كل توفيق وتكوني دكتوره واحسن دكتوره ان شاء الله. نلتقي اعزائي المشاهدين مع طفل اخر او طفله اخرى. اشكركم اعزائي المشاهدين. بنستكمل مع حضراتكم اعزائي المشاهدين فقراتنا في هذا البرنامج الجميل في المطعم الجميل، مطعم ضاني، ومعانا طفل جميل. اسمك ايه؟ حمزه. انا مر عليا حمزه من شويه تاني. في سنه كام يا حمزه؟ سنه خمسه. خمسه؟ طب انت ما تعشكش ولا ايه؟ تعشيت. اما بتتكلم من غير باور ليه؟ المفروض انت متعشى تومال الخمسة كده. ليه 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 بتتكلم بصوت ضعيف كده؟ ما اكلتش؟ كنت بتلعب اكيد صح؟ في سنه خمسه صح؟ طيب حابب تبقى ايه لما تكبر ان شاء الله؟ ابقى ظابط. ظابط؟ لماذا؟ ظابط ليه؟ اشمعنى ظابط؟ اشمعنى ظابط يا حمزه؟ يعني ليه حابب تبقى ظابط؟ هتعمل ايه؟ تحمي بلدك. والله اجابه جميله يا ابني، الله يبارك لك. تحمي بلدك. طب دي لها مخاطر. اللي قالوا لي ظابط انا قلت لهم برضه نفس الكلام، لها مخاطر. مستعد تواجه المخاطر؟ يعني هتحمي بلدك، اعداء بقى خارجيين، لو انت ظابط شرطه في مجرمين في كذا، تقدر تواجه ده ومستعد له، حتى لو هتخسر اي حاجه. بس تحمي بلدك ده بالنسبه لك حاجه مهمه جدا. اجابتك جميله ومختصره، بشكرك يا حمزه، بتمنى لك كل التوفيق يا حضره الظابط، ونشوفك ظابط كبير ان شاء الله. شكرا يا حمزه. نلتقي اعزائي المشاهدين مع طفل اخر. نستكمل اعزائي المشاهدين طبعا، يعني قبل ما اقول بس نستكمل ايه، هو في صوت بره تقريبا، في فرح او كده، ففي دوشه حوالينا، فاحنا مكان مفتوح طبيعي يعني. معانا احد الضيوف، هو يعني السن قريب من الطفوله بس ما شاء الله ايه كبير يعني. اسمك ايه؟ عبد الله. عبد الله؟ في سنه كام يا عبد الله؟ سنه ثالثه ثانوي. ما شاء الله ثالثه ثانوي، انت كده خلاص يعني ثالثه ثانوي وانت على مشارف دخول الجامعه، فانا السؤال التقليدي بتاع تطلع انت عارف خلاص انت رايح فين؟ راسم خطتك على ايه ان شاء الله؟ انا لعيب كوره. لا انا بقول لك بعد الثانويه العامه هتدخل فين؟ اخش هندسه. ان شاء الله يعني انت خطتك التعليميه ان انت تجيب مجموع كويس تدخل كليه هندسه. عندك موهبه لعب الكوره. لعيب بجد ولا يعني كوره شراب وكده والحواري والكلام ده؟ لا كوره كوره يعني. يعني ممكن ان شاء الله مثلا تبقى في نادي كبير او كده، حد يختارك او حد. هو انا دلوقتي في مصر. يعني انت بتلعب فعلا بتتدرب؟ لان انا اعرف ان انا ما بعرفهاش الكوره خالص صراحه، اعرف انها عايزه تدريب كتير يعني. بس دي تشغلك عن الدراسه ولا انت ناوي تكمل دراستك حتى لو بقيت لعيب كوره كويس؟ هي طبعا كلاعب كوره بيكسب كتير وما شاء الله خلاص مش محتاج يبقى حاجه، بس برضه لازم تبقى شهادتك معاك وتدريبك ما يعطلكش عن تعليمك، لان في الاخر الشهاده والتعليم والقيمه العلميه هي اللي بتقيم الشخص برضه يعني. بالتالي يعني لهم كل تقدير يعني، ما مش معناه ان هو اقل من شيء، بس التعليم شيء مهم جدا صح؟ ايوه بس مؤمن بكده ولا ايه؟ صح، بس هي الكوره برضك دلوقتي بقت تفرق عن التعليم. دلوقتي انت في مصر دلوقتي كله بقى يلعب كوره. ايوه ما هو كله بيلعب كوره بس بيلعب مع نفسه يعني، بيلعب على نفسه يعني. لو بيلعب كوره مش هيبقى كام واحد بقوا لعيبه محترفين بيكسبوا منها؟ قليلين، الباقي كله بيضيع وقت يعني، زي المشجعين. يعني بيشجعوا على الفاضي كده، انا شايف ان هو ما بيعملوش حاجه. لا بس هم لو مش بيشجعوا مفيش حد هيكسب. هم عملوا مشجعين ليه؟ عشان يخلوا اللي بيلعب في الملعب. ايه رايك في المشجعين اللي يقعدوا بيتخانقوا مع بعض عشان فريق او كده، ما يبقى عنده روح رياضيه ويشجع بادب يعني؟ بيبقى اللي بيبقى قدامه بيستفز. قدامه الشنطه هقول لك اللي قدامه، فنفضل نرجع من قدام ده لقدام ده وما نخلصش، ما نعرفش مين اللي ابتدى فيهم. عموما انا بتمنى لك كل التوفيق، نشوفك مهندس زي ما تمنيت، وبرضه نشوفك لعيب كوره كبير
باذن الله تبقى يعني تنال امنيتك اللي بتتمناها من ربنا. ومش بعيد يعني، كتير من الناس كانوا بيتمنوا كده وبقوا. انت بس اشتغل على نفسك تتدرب. بشكرك يا عبد الله، شكرا جزيلا. نلتقي اعزائي المشاهدين مع طفل اخر او طفل اخرى بعد الفاصل. بنكمل اعزائي المشاهدين فقراتنا في مطعم داني. والنهارده ما شاء الله يعني جمهور كتير ما شاء الله، ربنا يبارك. اسر كتير ما شاء الله، فيعني بنعمل حواراتنا مع الاطفال. وفعلا في اطفال بتقول جمل مهمه جدا جدا، زي الطفل يقول لك عايز ابقى ظابط عشان احمي بلدي. ده اللي انا عايز اوصله، يعني جمله واحده في الحوار كله بتبقى مهمه جدا. بنتعرف على افكارهم، بنساعدهم بان هم موجودين معانا يشوفوا نفسهم على التلفزيون. كل ده شيء مهم جدا. بنتعرف على طفله كبيره شويه برضو. اسمك ايه؟ اسماء منة. طب نعلي صوتنا شويه يا منة. سنه كام يا منة؟ ثالثه اعدادي. على طول بسال السؤال برضو، حابه تطلعي ايه لما تكبري ان شاء الله؟ بتذاكري كويس؟ الدكتوره دي عايزه مذاكره على طول، يعني ناس بتحرق في المذاكره مش تسالي. يعني مجموع كبير في الثانويه العامه. دكتوره ايه طيب؟ ابقى ممرضه ساعد اي ما اي ممكن. تدخلي كليه تمريض بقى ولا دكتوره؟ لا تمريض. تمام. عايزه ادخل العسكري. تمريض عسكري. طب ليه؟ برضه انت يعني اجابه هتبقى مهمه جدا هنا. ليه؟ عشان اساعد اي واحد مش قادر مثلا. عسكري ده هيبقى تبع القوات المسلحه بقى وكده، هيبقى الجنود واللي بيدافعوا عن الوطن. فانت عايزه يبقى ليكي دور كما لو كان جندي بيدافع. انت عايزه تعملي دورك كبنت كانك جندي شاب بيدافع عن البلد. لان اللي بيدافع ماسك السلاح بيحارب، ما يقلش اهميه عنه اللي بيعالجه واللي بيجيب له الاكل بتاعه. ده اللي انا فهمته من كلامك. يعني انت محدده حاجه معينه. عجبني جدا طريقه تفكيرك بصراحه. عايزه تدخلي كليه تمريض عسكري عشان تبقي تمريض لجنودنا اللي بيدافعوا عننا. صح كده؟ انت كان ليكي اخ اللي قبلنا اللي قبل اخوك ده، انتوا كلكم ناويين على كده. هو انا عايز اطلع ظابط عشان ادافع عن البلد يعني. طيب والله انتوا حاله وطنيه واحنا برنامج الوطن والمواطن. طيب انت طبعا مش هقول لك لعبتي، انت كبيره شويه من اللعب يعني. لعبتي ولا لعبتي؟ لا لعبت انا صغيره. لا دلوقتي النهارده هنا في المطعم ده لعبتي في الالعاب اللي بره؟ لا. تمام. اكلت طبعا انتوا الاسره، انتوا لسه جايين ولا اكلتوا من ماشيين؟ اكل المكان هنا عندك؟ ايه انيس حاجه فيه؟ اكتر حاجه عجبتك هنا ايه؟ المكرونه بشاميل. انت كده كده بتحبيها فلقيتيها حلو عندهم ولا هم اللي عاملينها حلو فحببوكي فيها؟ لا انا ما كنتش اصلا بحبها. اول بتحبها لما لقيتيها حلوه حبيتيها، اللي هم بيعملوا حاجات حلوه فخلوا الناس تحبها. فانت عجبك المكان من هذا، هتيجي تاني ان شاء الله؟ ان شاء الله. طيب بحكم بقى ان انت بنوته يعني بتعملي، بتعرفي تطبخي وداخله في القصه دي ولا لا؟ ماما بقى بتعمل وانت خلاص بقى يعني تقعدي تمسكي الموبايل وخلاص وكده يعني؟ لا تعرفي تعملي حاجه؟ تعرفي تعملي ايه في الاكل بقى؟ كل حاجه. الاكل انت اكلتيه احلى ولا اكل البيت؟ لا اكل البيت. اكل البيت احلى بس هنا اكل حلو. ايوه هيزعلوا منك كده هنا. لا حلو. حلو بس اكل ماما حلو برضه. طيب انت بتعرفي تساعدي ماما في المطبخ؟ اتعلمتي حاجه تعرفي تعمليها يعني تقول لك اعملي كذا يا منى بتعرفي ولا لسه ما وصلتيش للمرحله دي؟ ايه اللي بتعرفي تعمليه طيب؟ كل حاجه. كل حاجه؟ يعني تعملي مثلا حله محشي مثلا؟ لا مش معقول. لا بعرف. لا مش معقول. ممكن؟ ايوه بعرف. ورز بقى وكده خضار والكلام ده. طب السلطه؟ كل حاجة. كل حاجة؟ بجد؟ والله هتخليني يعني اقول لك وريني عينة في الحلقة الجاية. ماشي. انت لسه برضه تالتة اعدادي مش كبيرة يعني. لا بس انا بتعلم من وانا صغيرة. ليه بقى يعني؟ ماما كانت بتوقفني معاها في المطبخ. ماما اللي كانت عايزاك تتعلمي ولا انت اللي حبيتي تتعلمي؟ لا انا حبيت ان انا اتعلم. انت اللي حبيتي تتعلمي فعشان كده عرفت تتعلمي بسرعة. ايوه. بتعتمد عليكي فعلا يعني. ايوه. يعني مثلا لو هي رايحة مشوار او عندها ظروف معينة، رايحة عزا، رايحة مسافرة، وتقول لك اعملي تعملي تعرفي تعملي يعني.
انا بشكرك جدا يا منى، واتمنى لك كل التوفيق، ونشوفك يعني ممرضه تساعدي الجنود زي ما تمنيت ان شاء الله، وامنيه جميله جدا. وده اللي انا بطلع بيه من الاطفال او الضيوف اللي معايا، ان هم يقولوا افكارهم ويقولوا نياتهم، لان بيبقى فيها ملمح مهم جدا بنبرزه وبنعلمه للناس في نفس الوقت. ده بيبقى حجه على الطفل او عليك انت لما تكبر شويه، لو جيت في ثانويه عامه هملت كده تشوف الفيديو بتاعك على النت، هيبقى موجود على النت طبعا، وعلى التلفزيون دلوقتي بيبقى موجود على النت، فتشوف تقول انا قلت قبل كده كذا ووعدت المذيع ده ان اعمل كذا هعمله. فانا بقى انا كعبد الرحمن ابو حاطب بقى خليت كل الناس ديت اجتهدت، يعني كل اللي مروا عليا قالوا دكاتره لو جم يرجعوا في كلامهم هيعدلوا ان شاء الله. انت حابه كده وتجتهدي وربنا يوفقك، ونتمنى لك كل توفيق. شكرا يا منى، بشكركم اعزائي المشاهدين، ونلتقي مع ضيف اخر ان شاء الله. انا اعزائي المشاهدين لحضراتكم بعد الفاصل، بس فاصل جديد شويه وهو متنوع، والبرنامج زي ما حضراتكم عارفين بنقدم فيه كل شيء، وكل يعني بنقدم فقرات متنوعه طبعا. كان قبل الفاصل بنتكلم مع الاطفال ابناء زوار المكان، ولفت نظرنا دخول عريس وعروسه المكان، فقلنا نعمل معاهم حوار اولا يعني نتعرف عليهم ونبارك لهم. اولا الف مبروك. بارك فيك. نتعرف بيك. عناد. اهلا وسهلا. رنا. انتوا قرايبهم بقى. اخواتهم. اخواتك. اخواتك ولا اخواتهم؟ اخوات العروسه. انتوا خطوبه ولا؟ لا خطوبه ان شاء الله. خطوبه يعني عملتوا الحفله وجايين المطعم بقى تتعشوا يعني. جايين نتعشى. يعني طبعا احنا بنقول لكم الف مبروك. ده اول حاجه يعني. انا طبعا مش عايز اعطلكم كتير يعني. ليه اخترتوا المكان هنا؟ والله هو المكان هنا شامل ما بين مكان مفتوح طبعا. أيوة. خضره حاجه جميله مع اكل مع عصير فريش، لا فحاجه فكره فعلا جميله جدا عجبتني. هتكررها تاني ان شاء الله بعد كده؟ لا ان شاء الله هكررها تاني وتالت. لا حاجه مكان يعني حاجه جديده وعجباني الفكره قوي. طب انا عايز اقول لك على معلومه يعني انا طبعا مش بوقع بين حد يعني، انا معلومه يعني. خليك عارف المكان عشان ممكن الاستاذه بعد كده ما تكونش بتعرف تطبخ بقى ولا حاجه يعني. لا نعتمد على المكان لغايه يعني. انت خليك ان شاء الله. خليك ايه حاطط عارفه كويس عشان تبقى تيجي تاكل فيه. لا لا ان شاء الله. ولا هتعرفي تقوم؟ المشكله انك بتضحك يعني. ما يعني انت هتبقى كده نبقى مكملين. تعمل ابونيه. تعمل ابونيه هنا بقى. فانت هتبقى من الزباين الدائمين. ايوه. وانت انت اخوها برضو؟ انتوا الاثنين اخوات يعني؟ انتوا الثلاثه اخوات. لسه بقى انت مش مخطوبه ولا حاجه. عقبالك. وانت عقبالك. عقبالكم جميعا. انتوا جايين بقى ايه تتعشوا معاهم يعني؟ طب انتوا ليه جايين تغلسوا عليهم يعني؟ يعني خلاص. طب انا شايف ان انا ممكن اخدكم انتوا الاثنين تروحوا معانا صح؟ انت بتنبسط انت طبعا كده. بس برضه منورنا اخوات العروسه عرفنا. لا الكلام ده من قلبك؟ يعني من نص قلب. من نص. اول اول ما تقعد تاكل طبعا هتقول لهم يعني في تقريبا حريقه بره ولا حاجه روحوا. شوف. وهتسيبيه يعمل كده؟ يعني هتبيع اخواتك؟ كلام نهائي يعني؟ ولا شويه برضو لحد ما الاكل ينزل؟ لا هاكل معايا. طيب انا برضو مش عايز اعطلكم، احنا بس ايه قلنا ناخد معاكم حاجه سريعه كده على عجاله. بنبارك لكم طبعا الف الف مبروك. المكان ما شاء الله متميز هنا، عاجبني الهواء كويس، حاجه يعني فكره جميله جدا ما بين الاكل وما بين المكان المفتوح، فحاجه عجبتني. تمام. ربنا يسعد ايامكم والف الف مبروك. بشكركم شكرا جزيلا، كما اشكركم اعزائي المشاهدين، ونلتقي في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.